هي تكمل المحاضرة السابقة اللي تكلمنا بيها عن الإنزيم كاينتيك. تتذكرون بالمحاضرة السابقة تكلمنا عن الإنزيم كاينتيك وتفاصيله، وعرفت شنو معنى الإنزيم بصورة عامة، إنه الإنزيم شلون حيتم قياس التفاعل، شلون يحول المادة من سبستريت إلى البرودكت الناتج النهائي. يعني يعتبر كعامل مساعد للتفاعل، خصوصاً البيولوجيكال اكتيفيتي. اوكي، خصوصا البيولوجيكال اكتيفيتي شلون راح يكون هذا التفاعل بصوره كامله، انه يكون كامل للماده الرياكشن مالتنا. الشيء الثاني، قسمنا المواد كانزيم كاينتيك، قسمناها الى اكثر من نوع، اللي الاكتيفيت تقسم منها انه تفعل التفاعل، وقسم تكون انهيبيتر مثبطه للتفاعل. ايضا الانهيبيتر قسمت الى ريفيرسيبل، انه ممكن ترجع تعيد التفاعل من جديد، والريفيرسيبل انه خلاص فقط توقفت من يعني ما في اي رجعه، من حول سبستريت الى برودكت انتهت الماده وبعد نقدر نغير التفاعل. هذا كان مختصر مفيد للمحاضره السابقه. محاضرتنا اليوم هي عفوا الانزيم اسي. محاضرتنا اليوم هي عن الإنزيم أسي. اللي نقصد بالإنزيم أسي هي كتكملة للإنزيم اللي موجود عندنا، للإنزيم أسي. الإنزيم أسي هي كجزء مكمل للتفاعلات الإنزيم رياكشن اللي موجودة. اللي نقصد بها هو شنو؟ Our laboratory procedures that measure the rate of enzyme reaction. أوكي، هي عبارة عن سلسلة التفاعلات اللي موجودة مختبرياً حتى تقيس الرياكشنات مالت الإنزيم ككل. الشيء الثاني، حتى تميز لي التغيرات اللي راح تصير. يعني شنو التغيرات اللي راح تصير؟ يعني يقيس لي تغير في تركيز السبستريت اللي هي المادة الأساسية، أو التركيز الناتج البرودكت. هذه العمليات حتى راح يعني كمختبريا احنا نسميها هي داخل الجسم ان فيترو وان فيفو، تعرفون هذه المصطلحات. فداخل الجسم تسمى بالانزيم كاينتيك مثل ما قسمنا التفاعلات مالتها، لكن كتفاعل مختبري هو انزيم اسي، يسمى بالانزيم اسي. اوكي، اذا مختبريا شلون راح تقيسون انه هذه، او تعرفون انه هذه الماده السبستريت تحولت الى الناتج النهائي؟ شلون راح نقيسها؟ احنا دائما عندنا باكثر من او باغلب التفاعلات، انه مثل ما شرحنا بالبايوكيميكال او تفاعلات الميكروبيولوجي، اذا تكونت عندنا فقاعات معناها تكون الناتج كذا، اذا تغير اللون معناها هذا الناتج اللي عندنا. نفس الحاله بهذه الصوره، شلون راح اميز الناتج هذا؟ شلون راح اعرفه انه الانزيم اشتغل هنا؟ راح تستعمل عده طرق. الطريقة الأولى تسمى، أو الطريقة اللي راح نستعملها لمعرفة عمل هذا الإنزيم، هي سبكتروفوتومتريك أسي. بالسبكتروفوتوميتر حنقيس التفاعل مالت الإنزيم، نعرف التغيرات مالته. شلون راح نقيسها؟ إنه من راح تجيبون المادة اللي نريد نحول التفاعل بها، أخليها بالكيوفيت، وراح تقيسون الطول الموجي. احنا نعرف الطول الموجي شلون راح ينقاس، من يخترق الضوء مالت السبكترو، سوري، يخترق الماده اللي عندي بالكيوبيت. هذا الضوء من يخترق راح تطلع لكم القراءه الابزوربنس، هذه اسجلها انه هذه قراءه السبستريت. بعدها من راح ينضاف الانزيم، يبدا التفاعل مالتها، راح يتكون عندكم حالتين. يا أما الحالة اللي حتكون إنه ما راح يخترق الضوء، وبالتالي تقل القراءة عندنا، أوكي، وبالتالي صار الرياكشن عندنا، أو ممكن الرياكشن يكون تركيزه، أو البرودكت الناتج النهائي يكون تركيزه قليل، وبالتالي ممكن مباشرة إنه تتغير القراءة عندكم بأن اختراق الضوء راح يتغير. فإذا هذه القراءات اللي راح أسجلها تسمى بقراءات السبكتروفوتوميتر. هاي راح تسجلها انه الانزيم اشتغل هنا لو لا، لانه اول قراءه عندنا مثبته هي قراءه السبستريت، اي الماده الناتجه او الماده اللي اريد افاعلها، والقراءه الثانيه حتسجلون البرودكت اللي هو الناتج النهائي عن التفاعل. هذه تقاس بالسبكتروفوتوميتر. النقطة الثانية هي الراديومتريك أسي. راديومتريك أسي هذه شنو نقصد بها؟
نقصد بها انه حتكون القراءة هنا راح تتضمن incorporation or release of radioactivity to measure the amount of product made over time. يعني اكثر شيء حتقيس انه الكمية المتحررة للناتج النهائي، الكمية اللي نتجت عن هذا التفاعل الكيميائي كله على طول الوقت، ممكن ان نسجلها بالراديو متريك ميثود. لكن اكو فرق ما بين السبكترو وما بين الراديو متريك ميثود او الطريقه الثانيه، حتكون انه بالسبكترو فوتومتريك ميثود يبقى القراءه كونتينوس، تبقى القراءه مستمره واسجل انه بكل خطوه من خطوات التفاعل تسجل عندكم قراءه ثابته. لكن بالراديو متريك لا، مباشره سجل قراءه السبستريت ويسجل القراءه النهائيه للبرودكت. ما راح يحدد تراكيزها، ما راح يحدد الليفل مالت الاكتيفيتي، مستوى التفاعل مال هذا الانزيم وين وصل. اوكي، فلذلك تكون الطريقه الاولى انه سوري طريقه الراديومتريك تكون ديسكونتينوس، ما مستمر التفاعل بها، ما نعرف هذا الناتج عن التفاعل لو رجع الانزيم يشتغل مره ثانيه. فلذلك تكون طريقه السبكترو اكثر يعني اضبط بالقراءه من طريقه الراديومتريك. أنواع الأسي حتى نقيس بها هذا التفاعل الكوني، أما قياس conception of substrate أو production النتج النهائي للمادة، راح نحتاج إلى different مثل طرق هواية مختلفة حتى نقيس تركيز المادة أو تركيز الناتج قبل ما ينتهي التفاعل مالتها. كبايوكيمستري يعني كبايوكيميكال ميثود راح تكون عندنا شلون نقيس الانزيم اساي. تعرفون انتم بصوره عامه اي تفاعل كيميائي حتى نقيسه لازم نسوي تجربه بسيطه حتى نعرف القياس وين وصل. اوكي، فبهذه الانزيم اساي التجارب اللي حتكون او انواع التجارب اللي اقيس بيها او اشخص بيها انواع انزيم اساي هي التجربه اللي هي initial rate experiment, progress curve experiment, transient kinetic experiment and relaxation experiment. هذه التجارب اللي نقصد بيها. طبعا انا يعني ذكرت لكم الشرح مالت التجارب حتى ما نطول المحاضره وما تدخلون ديب بايوكيميكال، مجرد كتبت لكم عناوينها لان هاي كلها بايوكيمستري. الانيشال ريت يعني التجربه اللي راح تقيس بدايات التفاعل مال الانزيم. البروجريس كيرف راح اسوي كيرف من تفاعل الانزيم، يعني من بدايه انطلاق الماده الانزيم ايش قد كان الاكتيفيتي مالته الى الستاندر كيرف مالته وين راح يوقف، بعدين الى النهايه مالته يبدي ينزل الكيرف مالتكم يعني يقل التفاعل مال الانزيم، معناها اتكون عندي الناتج النهائي. الترانزينت كاينتكس العمليات التحوليه اللي حتصير بالتفاعلات البيولوجيه اللي موجوده داخل يعني مشتركه مع الانزيم. الريلاكسيشن اكسبيرمنت عندنا وايد تجارب تصير بها بالريلاكسيشن حتى احدد كميه الانزيم اسي. اوكي، هذه الاشياء المهمه. اذا هذه النقاط، اذا اجاكم سؤال شنو انواع الانزيم اسي تايب اوف انزيم اسي according to biochemical experiment، السؤال حيكون هذه النقاط الأربعة type of enzyme assay according to biochemical experiment حسب التجارب البايوكيميائية. okay، أنواع الانزيم assay حسب التجارب البايوكيميائية. هذه أنواع الانزيم assay راح تكتبون هذه التجارب الأربعة. الشيء الآخر اللي يميز الإنزيم أسي إنه راح تقسم إلى مجموعتين حسب السامبل. أوكي، إذا عندنا هسه صار عندكم بارتين أساسية، الأولى أنواع الإنزيم أسي حسب التجارب البايوكيميائية، والنوع الثاني الإنزيم أسي حسب السامبل، طريقة السامبل اللي راح نقيس بها. راح تقسم هذه النوع الثاني حسب طريقة السامبل إلى continuous discontinuous. الكونتينيوس هي إعطاء القراءة المستمرة للتفاعل، الديسكونتينيوس هي السامبل المأخوذة حيكون الرياكشن مالتها راح يتوقف بعدين يبدي يقرأ للقراءة الثانية هي قراءة تركيز السبستريت، بعدها يبدي يقرأ لكم قراءة البرودكت، فلذلك تسمى ديسكونتينيوس مثل ما تكلمنا قبل شوية بالسبكترو فوتومتريك والراديومتريك. هذا الفرق ما بين الكونتينيوس والديسكونتينيوس.
بالنسبة للكونتينيوس مثل ما تكلمنا قبل شوية هي طريقة المثال عليه السبيك اوف اتمتك مثال. طبعا قبل ما اشرح الانواع مالت الكونتينيوس والديسكونتينيوس اللي اريد منكم تفهموا شنو كل طريقة عرفوا شنو الشيء اللي تقيسه اوكي وشنو المثال عليها. كل طريقة تحفظون فقط الشيء الرياكشن اللي تشتغل عليه هذه الطريقة ومثال واحد عنها فقط. مثلا سبكتروفوتومتريك ميثود هو كمثال عن الكونتينيوس اوكي. شنو استعملها هذه الطريقه؟ يعني من قلت اني كونتينيوس لازم احدد يا تفاعل يا رياكشن ممكن استعمل واقيس اقيسه بطريقه السبكترو. يقاس ب كورس اوف ذا رياكشن باي ميجرينج ا تشينج ان هاو ماتش لايت ذا اس اي solution absorb انه ايش قد كميه اللايت ممكن تمتصها هذه المواد اوكي. فبهذه الطريقه راح اقيس السبكتروفوتومتريك فقط انه راح اقيس كميه الضوء اللي تمتصها هذه السوائل اللي موجوده بها. ممكن طريقه اختراق الضوء تغير لي اللون مالت السامبل. ممكن هي نفسها السامبل تكون كلش لونها فاتح فبالتالي قراءته مختلفة. لذلك راح نعتمد على الطريقة الثانية اللي هي الـ MTTSA. شنو نقصد بها؟ نقصد طريقة إضافة صبغة. طريقة إضافة صبغة هي صبغة التترازوليوم. التترازوليوم هذه الـ MTT هي مختصر للتترازوليوم السيداي اللي هي تصير عبارة عن أنه لون المادة حيكون لونها أحمر فبالتالي من تضيفون هذه الصبغة غيرت الكولورمتريك مالتها. أسميها طريقة كولورمتريك يعني تغيير باللون أقيس اللون مالت المادة. إضافة هاي المادة أكو قسم من المواد كلش تربدتي مالتها عالية وقسم من المواد كلش شفافة بحيث ناتج الضوء من يخترق بالسبكتروفوتومتريك ما راح يطلع بالناتج الصحيح. يعني المادة اللي تكون كلش تربدتي من يخترقها الضوء ما راح يخترقها الضوء فبالتالي على خطأ. وقسم كلش بيور وبالتالي من تبدي تخترقها تطلع القراءة مالتها كلش عالية. فحتى يضبطون هذه الموضوع يعني يضيفون هذه الصبغة لهذا الاختبار الـ MTTSA يضيفون هذه الصبغة اللي هي التترازوليوم داد راح يتكون عندنا هذا الريد كلر. بالتالي اعرف انه هذا التفاعل كمل او لا. من يعطيني الريد كلر معناها خلاص التفاعل مالت الانزيم خلاص التفاعل مالتها اوكي. يعني معناها تكون عندي البرودكت. كمثال عليها على السبكتروفوتومتريك هي بعض الاختبارات اللي تستخدم وياها الناد اتش او ناد اتش خصوصا الاختبارات اللي تكون اوكسيدو ريدكتيز انزيم يعني اختبارات الاكسل والخزل. مثلا عندنا العمليات الجلايكوجينيسيس اوكي وعمليات مثل هذه التجربه اللي تشوفوها او صار المخطط اللي تشوفوه قدامكم تفاعل الجلوكوز وتحويله الى الجلوكوز 6 فوسفيت. هنا بهذه العمليه تحتاج الى الناد والناد بي اتش وبالتالي تحتاج معناها هنا معناها اذا دخلنا هذا التفاعل بالسبكتروفوتومتريك راح يمتص وبالتالي بالراديومتريك راح يمتص اليو في لايت اكثر من غيره. فبالتالي هذه الاختبارات تعتبر كمثال على السبكتروفوتومتريك. النوع الثاني كمثال ثاني عن الكونتينيوس ميثود هو الفلورومتريك ميثود. الفلورومتريك ميثود هي طريقة الفلوريسنس. الفلوريسنس شنو الفائدة منها؟ هي راح شنو تقيس لنا؟ تقيس when molecule emits light of one wavelength after absorbing light of a different wavelength. الفلوريسنس هي شنو معناها او شنو الشيء المبدأ اللي راح تحصل عليه؟ انه بعض الجزيئات من راح تاخذ الضوء اوكي ويخترق من عندها. يعني من احنا نقصد تاخذ الضوء شنو نقصد بها؟ نقصد بها تغير التفاعل مالتنا تغير الناس مالت التفاعل مالتنا راح يكون الطول الموجي راح تاخذ او مره اوكي او طول موجي واحد هذا اللي راح يخترق لانه هي من كانت سبستريت ممكن انه تمتص اكثر من طول موجي لكن من تحول الرياكشن كمل وتحول الى البرودكت اللي هو الناتج النهائي انه ما راح تمتص فقط ويفلينكت واحد فقط طول موجي واحد ما راح تقدر تاخذ اكثر من واحد.
هذه الفلوريسنت ميثود حتى تقيس لي البرودكت الناتج النهائي للإنزيم رياكشن. الكالوريمتريك ميثود اللي هي استخدام لومينال لايت، هنا شنو راح تقيس بيها is the measurement of the heat released or absorbed by chemical reaction. يعني نقصد بيها راح تقيس الحرارة الناتجة عن الرياكشن مالتنا كامل، عن الكيميكال رياكشن، اللي تعرفون اكو هواية من التفاعلات الكيميائية راح تنتج حرارة، فبالتالي هذه ممكن ان تشخص هذه الطريقة باستخدام الكالوريمتريك ميثود باستخدام اللومينال اسي. الكيميلومينس هذه شو نقصد بها؟ ايضا طريقة لإميشن اوف لايت باي كيميكال رياكشن، ايضا هذول الطريقتين راح يستعملون للكيميكال رياكشن لكمية انتاجها. بهذه الطريقة الاولى الكالوريمتري راح تنتج لي الحرارة ممكن قياسها، هنا ممكن قياس الفيلم مالتها كفوتو تكون كصورة واضحة إلها بقياس، وبالتالي حتكون السنسيتيف مالتها اكثر من الانواع البقيه، لانه اللايت اللي حيكون بها مباشره حيكون هو كجهاز مثل الكاميرا مباشره يلتقط الضوء الناتج. يعني بمختصر مفيد انه تصير شلون نقول عنها مثل لقطات، يعني مثل الضوء كل شويه يخرج مره ثانيه، يعني كلقطات شلون لقطات الكاميرا، فكل ما صار عندي تكون عندي واحد من النواتج هو يفتح هذا الفلاش وياخذ لها الصورة. اوكي، فهذه طريقة الكوميلومينس اللي هي الكيميلومينس. يعني حتى لو بقى التفاعل لمدة ايام او اسابيع هو يبقى كل ما تتكون ناتج واحد كل ما ياخذ له صورة وينطي اشارة له. ممكن نشوف إذا ما تكونت عندنا هذه الصورة أو غيرها، أو سوري كمثال عن هذا التفاعل اللي حيكون، وناتج هذا حيكون ويا الضوء راح ينتج لنا اللون اللي نقول عليه هورس راديش بيروكسيديز. هورس راديش بيروكسيديز شنو نقصد بيه؟ نقصد بيه الحرارة اللي يكون مايل للون النحاسي. أوكي، هذه نتيجة تفاعلات البيروكسيديز، نتيجة تفاعل اللون رايز، هذول الإنزيمين اللي حيكونون هذا اللون الهورس راديش. اللايت سكترينج اكو بعض التفاعلات راح تشوفون انه قياس البرودكت اوف ويت افريج مولر ماس اند كونستريشن اوف سوليوشن، يعني بعض المحاليل المواد تكون فيها جزيئاتها كبيره، مثلا اللايت سكترينج يقيس جزيئات البروتين اكثر شيء اللي موجود بالمحاليل او التقنيات اللي تطلب البروتين، يعني تحاليل التفاعلات اللي بيها بروتينات تحتاج الى هضم وتحميل وغيرها، هذه راح تستعمل طريقه اللايت سكاترينج. طبعا ذولي كلهم هي عباره عن اجهزه ممكن قياس الناتج بها. المايكروسكيل ثيرموفيروسيس، مايكروسكيل ثيرموفيروسيس راح يقيس لكم السايز والتشارج اند هايدريشن للجزيئات، يقيس حجم الشارج الإشارة مالتها هل هي positive or negative with hydration entropy of molecule سواء كانت للsubstrate أو كانت للproduct الناتج النهائي عنها. أيضا حتكون thermophoretic movement، يعني حيقيسها حسب الحركة اللي حتتحركها. الميكروسكيل thermophoresis عبارة عن مثل الجل مات الإلكتروفوريسيس، تبدأ تتحرك به هذه الجزيئات، حتتحرك حسب الحجم، الأصغر حجم راح تتحرك أسرع حسب الإشارة اللي موجودة، اللي هو ارتباط الجهاز حيكون بوزيتيف تشارج، الجزيئات حتكون نيجاتيف، خصوصا قلنا نستعمل في الجزيئات الكبيرة حتتحرك أكثر، والهايدريشن مالتها حسب الكمية اللي تنتجها من الهايدريشن. الديسكونتينيوس اسي الطريقه الثانيه عندنا تقاس بالراديومتريك مثل ما تكلمنا عنها بالبدايه، انه فقط راح تقيس الاكتيفيتي مالتها
الكومبلكس ميكستشر ذات كانت عندي اكثر من ماده وصار ميكس بيناتهم، فممكن نقيس ليهم حسب اللايسنس يعني حسب التحلل مالتها حسب اختراق الضوء. اكثر الكروماتوغرافي كروماتوغرافيك اساي هذه راح يقيس البرودكت فانكشن، راح يقيس الناتج النهائي ما راح يقيس السبستريت. الناتج النهائي by separating their action mixture into its component by chromatography خصوصا طريقة ال HPLC اللي هي ال High Performance Liquid Chromatography اللي تكون عبارة عن تقنيات راح تكون طبعا chromatography عبارة عن تقنيتين اما layer او few fold يعني او اكثر من طبقة. هذا راح يقيس لي فقط الناتج النهائي من عندهم، فقط يقيس لي البرودكت، راح يقيس لي السبستريت المادة الأساسية، ما راح ندخل ديب شلون راح يتكون وشلون تقسيم الكروماتوغرافي، لأن هاي راح تدخل بايوكيميكال. العوامل اللي حتأثر على الأسي هي عبارة عن العوامل هذه السالت كونستريشن، تركيز الملح، أوكي، إفكت أوف تمبرتشر، تأثير الحرارة. طبعا السالت كونستريشن نقصد بها انه الايونيك بوند او البروتين هذه فقط عندها منكم تعداد الفاكتورز فقط تعداد اوكي عندنا السالت كونستريشن الافكت اوف تمبرتشر افكت اوف بي اتش اند سبستريت ساتوريشن والليفل اوف كاربينج يعني كميه الماكرو موليكيولز كل ما كانت اكثر بالسوليوشن كانت اكثر بالماده الموجوده بالتالي هذا الكراودين نقصد به الازدحام اللي حيصير ما راح ايضا ما راح ينطيني القراءه الصحيحه. اذا هذه العوامل مطلوبه منكم فقط تعداد فقط تعداد. هذه الاشياء المهمه اللي عندكم بالمحاضره. اي سؤال عندكم عن المحاضره اسمع اسئلتكم.